ليس هناك يعني ربما نقاط لحد هذه اللحظة تلتقي مع سيد الصدر مع وجود هذا الجناح المتطرف، وهذا الجناح المتطرف طبعا لا يتراجع ولا يتوارى عن المواجهة مع التيار الصدري مهما كان شكل هذه المواجهة ورأينا في يوم 29 و30 شكل هذه المواجهة لم يراعوا حرمة الدم العراقي، ولم يراعوا أبدا أن العراقي هو أو الشعب العراقي هو الضحية الأولى، بل كانوا شديدين واستخدموا لغة السلاح وأصروا على إنهاء هذه الاحتجاجات حتى ولو كان بالقوة واستخدام العنف. وهذا هو الخطأ الذي يقعون به دائما بعدم استيعاب مطالب التيار الصدري والتنازل نوعا ما لشعبهم ولحفظ السلم الأهلي ولحفظ العراق من الذهاب إلى المصير المجهول، والقبول بحكومة يعني تضمن إجراء الانتخابات وتضمن عدم انجرارها خلف رغبات من الإطار التنسيقي. قد تكون هذه الرغبات رغبات متطرفة، رغبات متمسكة برأيها، رغبات تحقق أجندات خارجية، وهذا ما لا يريده السيد مقتدى الصدر الذي يبحث دائما عن القرار السيادي العراقي والقرار الوطني.